مشاهدينا الافاضل متتبعينا اينما كنتم، مرحبا بكم في برنامجكم الجديد فوت ان وان. هذا البرنامج الذي يعتمد على تحديات مع ضيوفنا، سواء كانوا لاعبين او سواء كانوا اعلاميين في الميدان او فنانين يتقنون رياضه كره القدم. هذه الحصه اللي مبنيه على اربعه اركان كامله، في الركن الاول وفي الجزء الاول تكون هناك تسديدات من كره ثابته خارج منطقه العمليات، في الركن الثاني من هذه الحصه يكون هناك عرضيات وفرصه وجها لوجه مع حارس المرمى، اما في الفرصه او في الركن الثالث من هذه الحصه راح يكون عندنا ضربات الجزاء لنختموها بتسديده من خط الركنيه المحاوله الى ادخالها الشباك. هذا هو مبدا هذه الحصه تاعنا المبنيه على تواجد ضيوف معروفين في الساحه الرياضيه وحتى في الساحة الفنية. خلونا نشوف ضيفنا النهار اليوم. اذا مشاهدينا كما عودناكم قبل ما نبداو تحدياتنا نروحوا للضيف تاعنا نعرفوا به. ضيف تاعنا النهار اليوم ليس لاعبا في ارضيه الميدان، ولكن عنده دور كبير في ارضيه الميدان وعنده خبره كبيره في الميدان الرياضي. معنا الاعلامي عزيز طالبي. الاخ عزيز اهلا وسهلا بك. يوسف مرحبا، اهلا بك ومرحبا بالجمهور الرياضي الجزائري. ان شاء الله يكون تشالنج ان صح التعبير، يكون ممتع وجيد والفوز لنا طبعا. نعم، يعني عزيزك تتحدى فيها المباشر بانه راح تفوز بنسبه كبيره. انا لم اكن اعلم بانه عزيز طالبي لاعب متميز في الميدان. نظن عندي امكانيات نوعا ما رياضيه، ان شاء الله اليوم نشوف الجمهور الرياضي يشوف امر اخر بعيد عن الصحافه. نعم ان شاء الله. قبل ما نبدا الاخ عزيز عندي لك بعض الاسئله باش نشوفوا الذوق الرياضي تاع عزيز طالبي. اسئله تخص افضل حارس افضل لاعب والعديد من الاسئله في هذا القبيل. نبدا بالسؤال الاول وهو افضل حارس في العالم. حاليا ظل ما زال نوير رغم تراجع مستواه مع المنتخب الالماني، الى جانب تراجع مستواه مع منتخب مع فريق بايرن ميونخ لنوعا ما صارت له امور شخصيه مع هذا الفريق. ان شاء الله افضل حارس في العالم بطبيعة الحال في الآونة في السنوات الأخيرة. نعم، أفضل حارس في الجزائر طبيعة حاليا أو سنوات سابقة؟ حاليا في الجانب المحلي يبقى نوعا ما الشوشي كان قدم مباريات صراحة. مازال تشوف بأن الشوشي أفضل حارس؟ لا لا، نوعا ما حاليا بعدين مباشرة زيماموش اللي قدم ما عليه في السنوات العشر الأخيرة، بعدين مباشرة تنقل نوعا ما نشوف فيه مفاجأة البطولة الجزائرية وسيكون الرقم واحد في المنتخب الوطني الأول. نعم. قندوز، وهناك مصادر تقول أن الناخب الوطني جبل بالماضي سيستدعيه إلى التربص المقبل شهر مارس إن شاء الله. شهر مارس إن شاء الله. طيب هذا كان بالنسبة لحراسة المرمى، نروحوا لقلب الدفاع. شكون تشوفوا أفضل مدافع في العالم وفي الجزائر؟ بصراحة تامة في العالم نوعا ما نقدر نقول أنه فان دايك بحكم أنه فاز بالعدد من الجوائز، رغم أنه ليفربول كان انهزم في عدد من المباريات مش مستوى، لكن يبقى صراحة فان دايك أنه أفضل مدافع حاليا. طيب في الجزائر؟ في الجزائر لو نقول لك أنه هذا اللاعب يعتبر أفضل في البطولة الجزائرية يمكن نال بعض الاستهزاء من طرف الجمهور الجزائري، لكن لو عمل وكان عنده كاريزما وكانت عنده أخلاق عالية كان سيكون رقم واحد أو أفضل لاعب في البطولة الجزائرية وليس المدافع فقط. صراحة سفيان بوشار اللي يملك إمكانيات كبيرة جدا، لكن للأسف تراجع مستوى ونوعا ما غياب عن المباريات بحكم أنه صار بعض المشاكل بينه وبين المدرب السابق وبين المدربين بين اللاعبين كذلك، هذا هو الأمر اللي خلاه ما يكونش أفضل لاعب في الجزائر. نعم شيء واضح. روحوا لوسط الميدان، من هو أفضل وسط ميدان في العالم وفي الجزائر؟ في الجزائر مباشرة ودون ميريزاك ما نخيرش، أنا صراحة الأغلبية الجزائريين يقولوا أنه ميريزاك هو أفضل لاعب في الجزائر. يعني دراوي ما عدا ميريزاك، من هو أفضل متوسط ميدان حسب؟ يقولوا أنه في السنة الأخيرة كان قندوسي. قندوسي مش في الجزائر حاليا. دقيقة، لكن في السنوات الثمانية أو تسع سنوات الأخيرة صراحة زكريا الدراوي اللي نعرفه معرفة شخصية بحكم أنه أتذكره جيدا لما كان في سن 18 سنة وكان رئيس شباب الوزداد آنذاك رضا مالك اللي استدعاه إلى الفريق وكان له فضل كبير. أتذكر جيدا المبلغ المالي الذي كان يناله في شباب الوزداد وهو 5 ملايين بالعملة الجزائرية فقط، حاليا ينال أكثر من نخلوها
لحقت لنا الشهريه لا لا يوسف باش تكلموا باش نعطوا الطف باش نعطوا التفاصيل بدا يعني من الفئات الصغرى وبدا صحيح يوسف كان ينال 5 ملايين فقط. بعدين رضا مالك نوجه له تحيه رئيس الاسبغ شباب الوزداد زاد رفع له من الراتب الشهري لوصل ل 20 مليون انذاك بعد مباشره ولا ياخذ فوق ال 100 مليون بحكم انه صبر هذا الطفل بنظر لبعض المبالغ اللي راهو يتقاضاها اللاعبين اللي ما عندهمش مستوى تمام في البطوله الجزائريه. صحيح كانت بالنسبه الجزائر الاخ عزيز شوف لنا احسن وسط ميدان في العالم من هو؟ والله بصراحه المستوى العالمي الامر اللي اصبح يخيبني شخصيا انه ما كاش لاعب في متوسط ميدان افضل مهاجم افضل مدافع افضل بحكم انه المستوى بصراحه اصبح متدني على عكس السنوات الماضيه بحكم انه كنا نشوفوا لاعبين كنا نشوفوا تشافي كنا نشوفوا انيستا كنا نشوفوا لوكا مودريتش ماكش تشوف في مباراه الريال ام ماذا؟ لا صحيح لوكا مودريتش افضل متوسط ميدان وافضل لاعب في العالم ويستحقها في وقت سابق لكن المستوى بحكم انه اصبح في سن اظن تقريبا 40 سنه المستوى ما زالوا في نفس المستوى طبيعه الحال لوكا مودريتش لوكا مودريتش حتى بوسكات اللي يعمل مستويات كبيره رغم تدني مستوى مع برشلونه. نعم طيب قبل ما نبداو تحدياتنا اعطيني افضل مهاجم في الجزائر وفي العالم. افضل مهاجم في البطوله الجزائريه لو نقول لك انه لا يوجد افضل مهاجم في الجزائر بحكم انه ما نقدرش نعطوا بصمه او ما نقدرش نعطوا لقب لمهاجم بحكم انه البطوله الجزائريه اصبحت عقيمه من حيث المهاجم. ما نشوفوش افضل مهاجم في البطوله الجزائريه. واضح نحترم رايك الشخصي. اعطينا افضل مهاجم في العالم. افضل متوسط ميدان هجومي. لا نقول لك انه ليون نقول لك انه ليونيل ميسي الى جانب القلب الهجوم الى حد الان ما زال له كريم بنزيما شئنا كريم بنزيما افضل مهاجم عبر عدد من السنوات وهو مسيطر على هذا المنصب. شيء واضح الاخ عزيز كان هذا كل الخيارات التي يرى الاخ عزيز طالبي بانه هناك الافضل في الجزائر وايضا الافضل في العالم. الان خلونا نشوف مستوى الاعلامي عزيز طالبي داخل ارضيه الميدان.
إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم، نلقاكم في مواعيد أخرى بإذن الله تعالى. سلام.